هزة أرضية جديدة ضربت صباح الأحد نيبال وبلغت قوتها أكثر من 6 درجات على سلم ريختر، وتسببت في حدوث انهيارات ثلجية مما أدى إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص من متسلقي الجبال. السلطات اضطرت لغلق المطار بعد تجدد الهزات وأعلنت أنها ستعيد فتحه مساء اليوم. فرق الإنقاذ تواصل عملها في ظروف صعبة للعثور على أحياء بعد الزلزال الأول الذي ضرب البلاد السبت، ووصلت قوته لأكثر من 7.9 درجات على سلم ريختر. فرق الإنقاذ استخدمت الفؤوس والأيادي للحفر عوض الجرافات بسبب ضيق شوارع المدينة القديمة. المستشفيات تعج بالمصابين والجرحى الذين يعانون أغلبهم من إصابات في الرأس. أغلب الجرحى يعانون من إصابات بليغة في الرأس والصدر والعمود الفقري. شوارع المدينة تحولت إلى مخيمات، فقوة الهزات الأرضية أدت إلى تدمير المباني والمنازل، ودفنت أسر بأكملها تحت الأنقاض. السكان في حالة ذعر وصدمة وخوف إثر تجدد الهزات الأرضية وقوتها. رئيس وزراء نيبال طلب من المجتمع الدولي المساعدة العاجلة، فأرسلت الهند الإمدادات الطبية والصين فريق طوارئ متكون من 60 شخصا. من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى حيث لم ترد إلى السلطات تقارير من المناطق النائية، فقد تكون قرى بأكملها تحولت إلى أنقاض.